أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نموذج امتحان تربية دينية لإدارة من الإدارات التعليمية. النموذج طبعا محلول، أعتقد إن النماذج بتختلف من إدارة لإدارة، لكن ممكن تكون الأسئلة متشابهة، فممكن تستعينوا ببعض الأسئلة، ولو في أي أسئلة مش عارفين تحلوها اكتبوها لي في التعليقات. هنبدأ بالسؤال الأول، هو سؤال القرآن الكريم. السؤال من سورة المؤمنون، قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون. تخير الإجابة الصحيحة ما بين القوسين فيما يلي: تفسير معنى غمرة علم ولا جهالة وغفلة، ولا يقين ولا نفاق. طبعا زي ما انتم شايفين التفسير هو جهالة وغفلة. تفسير معنى يجأرون، يتضرعون ولا يفهمون ولا ينامون ولا ينسون، معناها يتضرعون. المراد بقوله مترفيهم المؤمنون ولا الفقراء ولا المتكبرون ولا الضعفاء؟ المراد بقوله مترفيهم، المراد بهم المتكبرون. حروف الإدغام مجموعة في كلمة يذهبون، يشربون، يلعبون، يرملون، طبعا الأخيرة يرملون. ثانيا سؤال الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. تخير الإجابة الصحيحة ما بين القوسين فيما يلي: جمع العلم المعالم العوالم العلوم العالم، طبعا جمع العلم العلوم. اتنين، طلب العلم للمسلم حكمه ايه؟ سنة ولا فرض ولا مكروه ولا شر؟ طبعا طلب العلم زي ما جه في الحديث فريضة، يبقى احنا نختار فرض. تلاتة، العلم في الاسلام بيعين الانسان على الفساد ولا الانحراف ولا الامور النافعة ولا الشر؟ طبعا السؤال موضح نفسه بالمعاني، العلم في الإسلام بيعين الإنسان على الأمور النافعة. ثالثا سؤال العقائد والعبادات، تخير الإجابة صحيحة ما بين القوسين فيما يلي: خلق الله تعالى الجن من النار ولا من النور ولا من الطين ولا من الخشب؟ طبعا خلق الله الجن من النار، لأن اللي خلق من النار هم الملائكة، واللي خلق من طين هو الإنسان، واللي اتخلق من خشب هي طبعا اي حاجه بقى، الاساس والكراسي والحاجات دي، لكن ده الخشب ده احنا ما خدناش في اي حاجه يعني. عد الله لعباده المتقين في الجنه كل مظاهر ايه؟ الخوف ولا العقاب ولا العذاب ولا النعيم؟ طبعا عد لهم كل مظاهر النعيم. الوقوف بعرفه يوم التاسع من ذي الحجه اللي هو يوم وقفه عرفات، بيبقى سنه ولا مستحب ولا فرض ولا مكروه؟ هو طبعا فرض، لان ده ركن اساسي واهم ركن من اركان الحج، يبقى فرض. أول مبدأ تحقق عمليا في مجتمع المدينة، الظلم ولا الإخاء ولا الكراهية ولا الحقد؟ أول مبدأ تحقق عمليا في مجتمع المدينة هو الإخاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخى بين المهاجرين والأنصار. رابعا الشخصيات، والشخصية اللي كانت موجودة عندنا شخصية أبي ذر الغفاري، تخير الإجابة الصحيحة ما بين القوسين فيما يلي: أقبل أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار ولا قريش ولا الأوس ولا الخزرج؟ هو طبعا الاختيار الأول، هو أقبل من قبيلة غفار. توفي أبو ذر في مكة ولا في الطائف ولا في الربزة ولا في المدينة؟ هو توفي في الربزة. رفض أبو ذر أن يرفع راية العصيان ضد الخليفة مين؟ أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان؟ هو رفض أن هو يرفع راية العصيان ضد الخليفة عثمان بن عفان. تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة في من؟ في عمر بن الخطاب ولا في أبي ذر ولا حمزة ولا خالد؟ قالها في أبي ذر الغفاري. وكده يبقى انتهى نموذج امتحان الدين للصف الثالث الإعدادي. لو في أي حاجة عندكم في النماذج بتاعتكم مش واضحة في الأسئلة ابعتوها لي في التعليقات، أو ممكن تصوروا لي النموذج كامل وتبعتوه لي على جروب الواتس الخاص بقناة نافذة على اللغة العربية، والرابط موجود على القناة، ونحل النموذج كله مع بعض. وأشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.